تمام. ظهر عندكم كلمة ريكوردينج يا شباب؟ تمام اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ هنتكلم النهارده في اول سيشن من سيشنز الكارديولوجي وهو الهارت فيلير. طبعا الهارت فيلير ده من التوبكس الكبيره قوي المهمه جدا في الكارديولوجي، اللي هي هتلاقيها في الاخر بتصب او بتخدم كل الشباتر. لماذا؟ لان كل باثولوجي في الهارت هتكون نهايته ان هو سبب هارت فيلير، نهايته ان ادى الى هارت فيلير. عشان كده التوبيك ده في منتهى الاهميه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ديفينيشن اوف هارت فيلير، هنعرف يعني ايه هارت فيلير، الكلاسيفيكيشن بتاعه، تقسيمات الهارت فيلير عباره عن ايه، والايتيولوجي والكلينيكال بيكتشر بتاعه الهارت فيلير. تمام، دي التوبكس اللي هنتكلم عنها النهارده باذن الله. تعالوا الاول، احنا بنقول هارت فيلير يعني فشل القلب، فاحنا عشان نعرف ايه هو الهارت فيلير لازم اعرف ايه هي فانكشنز اوف ذا هارت، ايه وظائف القلب. احنا عندنا ده الهارت اهوت عبارة عن تو اتريا اند تو فنتريكلز، ليفت اند رايت اتريا وليفت ورايت فنتريكل، طالع منهم جريت فيزلز، الليفت فنتريكل بيطلع منه الاورطة والرايت فنتريكل بيطلع منه البالمونري ارتري اللي بيسبلاي البلاد للتولانس. كمان القلب له مداخل، حاجات بتدخل له دم، فانا عندي التو فينا كيفا السوبير والانفيرو فينا كيفا، دول بيدرين الفينوس درينج بتاع الجسم كله ويدرينت في الرايت اتريوم، عشان الرايت اتريوم يدرين ات اكروس الترايكاسبيد فالف للرايت فنتريكل، ويبتدي سبلاي هذا الدي اوكسجينيتد بلاد لللانجز عشان يحصل لها اكسجينيشن، ومن خلال اربع بالمونري فينز يرجعوا للليفت اتريوم، ثم من خلال الميترال فالف للليفت فنتريكل، ومن خلال الاورطه يسبلاي الاكسجينيتد بلاد للجسم كله. تمام؟ طيب عشان القلب يقوم بهذه الوظيفة بيتم عن طريق تو بروسيسز، عمليتين. مين شاطر يقول لي ايه هما؟ يلا صحصحوا بقى. القلب عشان يقوم بالتو فانكشنز دول، ان هو ييجكت البلاد ويريسيف الفينوس ريتيرن، برافو، زي ما اميره قالت ده بيتم عن طريق حاجتين، عن طريق سيستوليك فانكشن اللي هي كونتراكشن، وعن طريق دايستوليك فانكشن اللي هو ريلاكسيشن. طيب يا اميره، السيستوليك فانكشن دي وظيفتها انها تعمل اي جزء؟ برافو، انها تيجكت البلاد، انها تيجكت البلاد سواء كان في البالمونري ارتري او في الايورتا. طيب الدايستوليك فانكشن اللي هي ريلاكسيشن فانكشن، دي وظيفتها انها تساعد القلب انه يعمل ايه؟ ان هو يريسيف الفينوس ريتيرن. اكسلنت، برافو عليكم. طيب اذا لو القلب فشل في اداء اي وظيفه من الوظيفتين دولت، سواء كانت وظيفه ايجكشن اوف بلاد ضخ الدم، او وظيفه ريلاكسيشن علشان يريسيف الفينوس ريتيرن، ده هيؤدي في النهايه الى هارت فيلير، فشل في القلب. فتعالوا كده نشوف الليفت فنتريكل لو حصل لوس اوف سيستوليك فانكشن، يعني فشل ان هو يكونتراكت ويجكت البلاد، ده هيؤدي الى ايه؟ مين شاطر بقى يفتح المايك ويشارك معايا، ده هيؤدي الى ايه؟ يلا هادي، هيبقى في ها مين؟ لو كاردياك اوتبوت عشان مش عارف ايه قدام. تمام يا ايه، يبقى ايه قالت يا اولاد ان الليفت فنتريكل لما يفقد السيستوليك فانكشن مش عارف يكونتراكت، وبالتالي مش مطلع كاردياك اوتبوت كويس، فهيؤدي الى لو كاردياك اوتبوت. تمام يا ايه، الدم اللي خارج ده بقى قليل، كويس جدا. طيب البريشر جوه الليفت فنتريكل هيزيد ولا هيقل يا ايه؟ هيزيد، إسراء قالت هيزيد لأنه مش عارف يخرج الدم اللي جواه. طيب زيادة البريشر في الليفت فنتريكل هيؤدي إلى إيه البريشر في الليفت اتريوم؟ هيزيد، ولما يزيد البريشر في الليفت اتريوم زي ما قلنا في الفالفولار هارت ديزيز، الليفت اتريوم ده هيدايليت، فالعيان يخش في في مجموعة من الأريزمياس أشهرها الاتريال فايبريليشن، وده هينعكس انه يزود البريشر في البالمونري فينز اللي هي بتدرين اللنج، فهيؤدي ايه في اللنج؟ ان يحصل بالمونري
كونجيشن صح، فيؤدي الى بالمونري كونجستيف مانيفستيشنز. كويس جدا، يبقى انا عندي حصل لو كاردياك اوت بوت، وحصل بالمونري كونجستيف مانيفستيشنز، وقلنا لما اللنج يحصل فيها كونجيشن فتره طويله ده هيؤدي الى ايه في البالمونري بريشر؟ هيعليه، وبالتالي يزود البريشر في الرايت فنتريكل، فيزود البريشر في الرايت اتريوم، فالرايت اتريوم ما يعرفش يريسيف الفينوس ريتيرن من السيستميك سيركوليشن، فيزود البريشر في السوبيرو فينا كيفا ويزود البريشر في الانفيرو فينا كيفا، ويؤدي الى مجموعه من الاعراض اسمها ايه؟ اسمها برافو يا آية، سيستميك كونجستيف مانيفستيشنز. اوكي، اذا لما حصل لوس اوف سيستوليك فانكشن في الليفت فنتريكل ادى الى ثلاث مجموعات من السيمتوماتولوجي: لو كاردياك اوتبوت مانيفستيشنز، بالمونري كونجستيف مانيفستيشنز، اند سيستميك كونجستيف مانيفستيشنز. اكسلنت، برافو عليكم. طب تعالوا كده نتخيل ان الليفت فنتريكل ده فقد وظيفة الريلاكسيشن، فقد الدايستوليك فانكشن بتاعته، يعني الليفت فنتريكل ده ما بقاش عارف يريلاكس كويس عشان يريسيف الفينوس ريتيرن. فتعالوا كده نتخيل اثناء الدايستولي يجي الليفت اتريوم، معلش هشيل انا دول، تمام، يجي الليفت اتريوم يفضل بلاد في الليفت فنتريكل، فلقى الليفت فنتريكل ما حصلوش دايلاتيشن، ما حصلوش ريلاكسيشن عشان يرسيف هذا الفينوس ريتيرن. يبقى المحصله الليفت اتريوم هينزل دم كتير في الليفت فنتريكل ولا دم قليل؟ دم قليل، برافو عليك يا اسراء. طيب اذا هو لما يجي كونتراكت يكونتراكت هيطلع دم كتير في الاورطة ولا دم قليل؟ دم قليل، اكسلنت، يبقى هيؤدي الى لو كاردياك او بوت مانيفستيشنز. اكسلنت. طيب الليفت اتريوم جاي يفضي الدم في الليفت فنتريكل، لاقيه مش راضي ريلاكس يريسيف البلاد، البريشر في الليفت اتريوم هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد، وبالتالي لما يزيد يؤدي الى بالمونري كونجيشن، فيؤدي الى بالمونري كونجستيف مانيفستيشنز. كويس خالص، والبالمونري كونجيشن الكرونيك يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن، فرايت فنتريكولار دايلاتيشن، فليفت رايت اتريال دايلاتيشن، فسيستميك كونجيشن. ايه ده؟ يعني حتى الدايستوليك امبيرمنت اوف دايستوليك فانكشن، او ما نطلق عليه دايستوليك هارت فيلير، مسمى مجازي بس مش صحيح، يعني فشل وظيفه الدايستوليك فانكشن هيؤدي الى نفس الاعراض بتاع فشل السيستوليك فانكشن. ايوه يا دكتور، هيؤدي الى لو كاردياك او بوت مانيفستيشنز، هيؤدي الى بالمونري كونجستيف مانيفستيشنز، هيؤدي الى سيستميك كونجستيف مانيفستيشنز. تمام، ده كلام كويس قوي. اذا الهارت له تو فانكشنز، وظيفتين، فقد ايهما او كلاهما يؤدي الى هارت فيلير سيندروم، اللي هي عباره عن متلازمه من مجموعه اعراض هي لو كارديك اوتبوت مانيفستيشنز وبالمونري كونجستيف مانيفستيشنز وسيستميك كونجستيف مانيفستيشنز. تمام، طيب مين شاطر بقى يفكر معايا كده؟ هناخدهم واحده واحده، هو كل ايتم من الايتمز دول عباره عن 7 حاجات يا اولاد، يعني 3 مجموعات، كل مجموعة 7 سيمتومز أو 7 كلينيكال مانيفستيشنز. أوكي، إيه طيب، تعالوا كده نفكر مع بعض. سوري، تعالوا كده نفكر مع بعض. تمام، إيه هي اللو كاردياك أوتبوت مانيفستيشنز؟ يلا حد شاطر بقى يشغل المايك كده ويقول لي ايه هي اللو كاردياك اوتبوت مانيفستيشن. يلا صح، 7، ما انا عارف انهم 7 هدي. يلا شغل المايك وقولي لي بقى، ها تعالي ناخدها من فوق لتحت كده. الدم مش واصل حلو للبرين، الشخص يحصل له ايه؟ ها قوليلي.
انتوا يعني صايمين الصيام ده مش بيخلوكوا تتكلموا ولا ايه؟ ما الحمد تصحصح لله. كده بتقولي يا هدين. دزنس او هدف او سنتوز. برافو، ايوه علي صوتك كده، علي صوتك يا هدين. ديزنس، الشخص يبقى دايخ، ممكن يوصل لايه؟ وهيدك طبعا، وبري سينكوبي، او يوصل لدرجه انه يسنكب خالص. كويس. طيب الدم مش واصل حلو للقلب، الشخص يجي له ايه؟ انزل انجينا البين. مين شاطر يقول لي ده تايب 1 ولا تايب 2؟ الانجينا او التشيست بين نتيجه ان في لو كورونري فلو، الدم مش جاي له كورونريس حلو، ده كان تايب 2 اللي لسه قايلينه من شويه، تايب 2 ام اي نتيجه الهايبوبرفيوجن للكورونريس. جميل، يبقى يعني يجي له انجينا او تشيست بين. طيب الدم مش واصل حلو للكيدنز، ده يؤدي الى ايه؟ الجوريا. يؤدي الى اوليجوريا، الشخص ما بيجيبش بول كويس. حلو جدا. عندنا السكن، الدم مش واصل حلو للسكن، فيبقى الجلد ده ايه؟ بالظبط، بيل وكولد وسويتي اللي هو بنسميه كليمي. حلو جدا. الدم مش واصل حلو للماسلز، العضلات هيحصل فيها ايه؟ برافو، ايه؟ ماسل فاتيج وانترميتنت كلوديكيشن. جميل جدا. طيب ايه رأيكم البلس هيبقى قوي ولا ضعيف؟ ضعيف هيبقى ويك، ولكن وهذا الويك بلس بسميه ثريدي، ثريدي عامل زي الخيط، حاجة ضعيفة خالص. طب ايه رأيكم في البلاد بريشر؟ هذا تنسون هيبقى هايبو أقول تنسف، ضغطه قليل. جميل، يبقى دي كلها اللو كاردياك اوتبوت مانيفستيشنز. لو جينا نعدها مع بعض هتلاقي كده على مستوى البرين، تلاقي هيدك وديزنس وبري سينكوبي او سينكوبي، على الهارت يجي له انجينال اتش سبين، على الكيدني يجي له اوليجوريا، السكين يبقى بيل وكولد وكليمي، الماسلز يحصل فيها ايزي فاتيجابيلتي وانترميتنت كوليديكيشن، البلس يبقى ويك ثريدي بلس، والبلاد بريشر يبقى هايبوتنشن. دول السبعه ايتمز بتوع اللو كاردك او بوت مانيفستيشنز. برافو عليكي يا هدير، مع ان انت ما قلتيش حاجه. طيب ناخد بقى اسراء. حصل يا اسراء بالمونري كونجيشن، اللنج احتقنت، ما هي السيمتوماتولوجي او المانيفيستيشنز بتاعت البالمونري كونجيشن؟ اكسلنت، اسراء قالت الشخص ده ينهج، ينهج. برافو، ديزنيا، والديزنيا تبدا ليها درجات، تبدا مع الاكزيرشن ثم تزيد تبقى أرثوبنيا وهو قاعد، ثم باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا زي ما آية بتقول. باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا ده اللي هو الشخص يبقى نايم كويس، بعد ساعتين اتنين من نومه اللنج تكونجست، يقوم جاي قايم جري مخنوق، يجري على شباك يشم هواء، يهدى ربع ساعة كده، يهدى ويستريح والكونجيشن يفك، يخش ينام تاني. ودي حاجة يا أولاد مهمة جدا جدا جدا، وبتيجي في الإم سي كيو، دي حاجة باسوجنومونيك للهارت فيلير. وما معنى كلمة باسوجنومونيك؟ يعني ما تحصلش مع أي حاجة إلا الهارت فيلير، دي حاجة في منتهى الأهمية، لأن الديزنيا 100,000 حاجة تعمل ديزنيا، الأنيميا تعمل ديزنيا، السيروتوكسيكوزيس يعمل ديزنيا، البرونكيال أزمة تعمل ديزنيا، السي أو بي دي يعمل ديزنيا، النمونيا تعمل ديزنيا، ففي كوزز كتيرة للديزنيا، لكن المرض الوحيد اللي يحصل فيه بي إن دي باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا هو الهارت فيلير، عشان دي حاجة في منتهى الأهمية في الكيسز وفي الام سي كيو. كويس جدا، يبقى الشباب قالوا انه يحصل ديزنيا اون اكزيرشن ثم ديزنيا ات ريست وارثوبنيا وبروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا. ايه كمان؟ اكسلنت، اسراء قالت بقى خلاص الشخص اللنج بتاعته كونجستد، فدايما يبقى عنده كاف واكسبكتوريشن، ويجيب البلغم لونه ايه بتاع الكونجيشن؟ حد عارف البلغم بتاع الكونجيشن بيبقى عامل ازاي؟ برافو، بيبقى فروسي رغاوي، لانه عباره عن ميه مختلطه بهواء، فبيبقى فروسي رغاوي ووايتش ابيض وبلاد تنجد مغلف كده بخيوط من الدم، ده شكل الايه؟ السبيوتم، السبيوتم بتاع الكونجيشن، عكس الانفكشن، السبيوتم بتاع الانفكشن ده بيبقى بقى سيكي، بيبقى سيك وبيبقى له اوفنسيف اودر، وبيبقى لونه مغير ازرق او اصفر او لونه مغير، تمام، او يلو،
تمام يا ازيك يا مي، برافو عليك يا مي. تمام، طيب الموضوع يزيد قوي بقى، الكونجيشن يزيد قوي، فيعمل زي ما اميره قالت، يعمل هيموبتسيز، يجيب بقى دم فرانك بلاد، وطبعا هي ده اللنج الويتي، اللنج المبلوله دي عرضه بكل سهوله انها تكاتش انفكشن، فيحصل له ريبيتد او ريكرنت شيست انفكشن. تمام، كل ده كلام كويس قوي. طب ايه رايكم لما تسمعوا صدره بالسماعه؟ اللنج دي هتلاقوا عليها ويزيس ولا كريبيتيشنز؟ هدير وآية قالوا كريبيتيشنز، برافو. كريبيتيشنز دي هتبقى قرص، كركرة شيشة، ولا فاين، خروشة كيس مناديل؟ اكسلنت، أميرة قالت فاين وبيزل، برافو عليكم. طب مين شاطر يقول لي اشمعنى الكونجيشن بتاع الهارت يبدأ بيزل؟ برافو عليك يا مي، ليه بنبدأ بيزل يا ولاد؟ لان ده الموست ديبندنت بارت، ده اول جزء هيحصل فيه كونجيشن مع افكت الايه، الجرافيتي. بعد كده يبتدي يزيد يزيد يزيد، فيبتدي يطلع لفوق، كل ما الكونجيشن يزيد كل ما بادئ بيزل، ويبتدي يعلى في الليفل ايه لحد ما يوصل للايبكس بتاع اللنج، ويبقى الشخص هنا في فرانك بالمونري اديما، ارتشاح رئوي شديد. يبقى اذا ما هي البالمونري كونجست مانيفستيشنز؟ ديزنيا، اورسومنيا، ام باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا، ريكارنت كاف ويز فروس بلاد تنج ديسبيوتم، هيموبتسيس، ريكارنت شيست انفكشن. تمام، قلنا ايه يا ولاد تاني؟ قلنا فرانك بالمونري اديما، واسمع عليه الفاين بيزل كريبيتيشنز. جميل جدا. طيب بعد كده نخش على السيستميك كونجيشن. ايه هي المانيفستيشنز؟ مين شاطر بقى هيشارك؟ مي بقى تشارك معانا، تعالي كده يا مي نفكر. لما يحصل سيستميك كونجيشن، يعني يحصل كونجيشن في السوبير فينا كيفا والانفيرور فينا كيفا، ده هيؤدي الى ايه؟ برافو، مي قالت اول حاجه السوبير فينا كيفا، البريشر في عيلي هيزود البريشر في المخ، فيخلي الشخص ده عنده انسوميا ما بينامش، ودي شكوى متكررة من عيانين الهارت فيلير، يقول العيادة يقولوا يا دكتور احنا بقينا كويسين ونفسنا حلو، لكن ما بنامش طول الليل، مش عارف انا ما بنامش ليه. فاقول له انا عارف انت ما بتنامش ليه، عشان عندك سيريبرال كونجيشن. تمام، وابتدي اعالجه، ما ادوش منوم، لا اعالج بقى السيريبرال كونجيشن عشان يعرف ينام، ما بقاش ايه دكتور غشيم، يجي يقول لي انا عندي اسهال اديله حاجة توقف الاسهال، عندي صداع اديله مسكن، لا لازم نعالج السبب يا ولاد. الله اكبر، الله اكبر. تمام، ما هي كمان قالت حاجه جميله وهحكي لكم قصه ليها، لسه عيان استاذ خالد امبارح كان عندي في العياده بيشتكي من الحته دي، كونجستد نيك فينز يا ولاد، تلاقي رقبته فيها الكاروت سوري الجاجولار فينز كونجستد، خراطيم. فيجي يشتكي ايه؟ يقول لك يا اما لو هو شخص عايق يجي يقول لك انا عروق رقبتي باينه ومنتفخه وبتبقى شكلي ببقى مكسوف وانا ماشي قدام الناس، ولو هو شخص ما بيتدلعش يجي يقول لك انا حاسس ان في تقل في عنق رقبتي يا دكتور وحاجه عماله تنفض. تمام، يبقى ده نتيجه الكونجستد نيك فينز. وعاوز اقول لكم يا اولادي ان ساعات عيان هارت فيلير يبقى بدايه شكوته جاي بس ان في حاجه في رقبته مضايقاه، فنبتدي بقى نور انفستيجيت ونعمل الورك اب بتاعنا، فنلاقي ايه هذا الكلام. كويس، مي برضو شغاله معانا. الانفيرو فينا كيفا بقى يا مي بقى كونجستد، فما بقاش يدرين اللور بارت، تعالي ناخدها واحده واحده. مش بيدرين الليفر يا اولاد، فالليفر يحصل له كونجيشن في اللارج، يبقى اللارج تندر ليفر. ده يجي العيان يشتكي بايه باللارج تندر ليفر؟ يقول لك انا عندي الرايت هايبوكوندريال بين، وجع في جنب اليمين يا دكتور، ويقعد مثلا سنتين يتعالج على انه عنده المراره، يعني يروح لدكتور البطنه بوجع في جنبه اليمين، يبص عليه سونار كده اللي ما بيشوفوش بيه اي حاجه ده، ويقول له ده انت عندك المراره ملتهبه، ويقعد سنتين اتنين ياخد علاج مراره لحد ما القلب ايه مرارته تفرقع، ويبتدي يجي بفرانك هارت فيلير، مع ان ممكن الرايت هايبوكوندريال بين ده هو يكون بدايه السيمتوماتولوجي بتاع الهارت فيلير نتيجه الالارج تندر ليفر. تمام، فلازم، انا في عيان كده كان الله يرحمه بقى توفى، عم محمد ده كان قعد سنتين اتنين كاملين بيتعالج على انه مراره، وهو اصلا عن هارت فيلير كانت كفاءه قلبه 10%، حاجه فظيعه كده. تمام، طيب الجي اي تي يا اولاد حصل له، برافو عليك يا مي، الجي اي تي حصل له كونجيشن، فالجي اي تي لما يكونجست هنا ده يؤدي الى
ديسبيبسيا عسر هضم، فالشخص يقول لك انا بشرب بق الميه ما بيتهضمش، بحس ان انا امتلأت وشبعت. ليه؟ لان الميوكوزا بتاع الاستومك والكولون بقت كونجستد مورمه ففقدت وظيفتها، فالشخص ده يجي له ديسبيبسيا وابيجاستريك بين. كويس جدا. مي كمان قالت حاجه جميله يا اولاد، اللنج، مش اللنج دي بتدرين الفينس درينج بتاعها عن طريق السيستميك سيركوليشن، فلما الفينس درينج بتاع اللنج نفسه ما يبقاش درين، ده هيؤدي الى اكيوميليشن اوف فلويد في البلورا ويؤدي الى بلورا الافيوجن. ده كلام في منتهى الاهميه، يؤدي الى بلورا الافيوجن. كلام جميل. مي قالت حته حلوه قوي ودي تدل ان هي عبقريه، قالت كارديا كاشيكسيا، يعني الشخص ده يخس جامد قوي. مين شاطر غير مي يقول لي ليه الشخص ده هيخس جامد يا اولاد؟ عنده ديسبيبسيا دي اول حاجه، ولانه عيان كرونيك، عنده كرونيك ديزيز، فعنده انيروبيك. برافو، يبقى عنده مال ابسوربشن، مفيش امتصاص لان الكولون مورم، وعنده ديسبيبسيا تمام لان الاستومك مورمه، فاي حاجه بتشبعه فما بياكلش، كمان ده كرونيك ديزيز بيخلي الشخص عنده كرونيك انوريكسيا. اكسلنت، برافو عليكم. وفي حاجه كمان فاضل واحده بس، اللي يقولها بقى ده ياخد الفول مارك في الكورس وفي الامتحان. يبقى انت قلت مال ابسوربشن وديسبيبسيا وكرونيك ديزيز، فاضل واحدة رابعة. مين شاطر؟ ما احنا قلنا الانوريكسيا اسره. عنوان كده في كتاب الجي اي تي اسمه، مش عارف انتوا مذاكرين جي اي تي ولا ايه؟ وات؟ فكرنا؟ تمام. في حاجة اسمها بروتين لوزنج انتروباسي، فاكرين العنوان ده؟ مي تمام. كان ايه اللي بيحصل في البروتين لوزنج انتروباسي ده؟ الجي اي تي الاستومك والكولون بيلوز بروتين، بيلوز البومين في فينزل الالبومين مع الفيسز، فهنا في الهارت فيلير مع الكونجيشن بيزود البريشر فيلوز بروتين مع الفيسز مع الاستول، فيخلي الشخص ده يحصل له الكاشيكسيا. يبقى ده سؤال بيجي في اسئله الكومبليت موجود في بنك الاسئله، كوزس اوف كارديا كاشيكسيا، هتقول له اربع اسباب، الانوريكسيا بسبب الجي اي تي، سوري الديسبيبسيا بسبب جي اي تي كونجيشن، مال ابسوربشن بسبب الكولون كونجيشن، بروتين لوزنج انتروباسي نتيجه الجي اي تي الكولون كونجيشن، واخر حاجه اولاد انوريكسيا ديو تو كرونيك انفلاميشن. تمام كده، دول الاربع اسباب. طيب واخر حاجه طبعا اللور ليمبس بقى، عشان الفينوس درينج بتاع مش دريند فيؤدي الى لور ليمب ايه يا اولاد؟ لور ليمب اديما. يبقى دول السبعه مانيفيستيشنز بتوع السيستميك كونجيشن. حد له اي سؤال في الجزء ده؟ ده كلام مهم قوي. في اي سؤال يا شباب ولا؟ تمام تمام كويس. طيب تعالوا بقى، يبقى احنا كده عرفنا ان القلب ده له تو فانكشنز، وظيفتين، و تمام يا اسراء، والتو فانكشنز دول سيستوليك فانكشن اند دايستوليك فانكشن، وفشل اي منهما يؤدي الى هارت فيلير سيندروم، اللي هي عباره عن ثلاث مجموعات من المانيفستيشنز، لو كاردياك اوتبوت 7 وبالمونري كونجست مانيفستيشنز 7 وسيستميك كونجست مانيفستيشنز 7. كويس جدا. طيب انا يهمني بقى كدكتور ازاي اقيس السيستوليك فانكشن بتاعه القلب، وازاي اقيس الدايستوليك فانكشن اوف ذا هارت، صح؟ انا ازاي، ما انا عشان اعرف ان في سيستوليك فيلير يبقى لازم اعرف ازاي اقيس السيستوليك فانكشن، وعشان اعرف ان في دايستوليك فيلير فلازم اعرف ازاي اقيس الدايستوليك فانكشن. فعاوز بقى حضراتكم مين شاطر يقول لي ازاي بنقيس السيستوليك فانكشن اوف ذا هارت؟ حد عارف؟ أميرة قالت بحاجة اسمها ايجيكشن فراكشن. برافو عليك يا أميرة، أنا مبسوط بيك يا أميرة. مين تاني؟ إسراء قالت اي اف، يعني إسراء كده أشطر من أميرة، متمكنة أكتر، وقالت بالاختصار بقى بتاع بتوع دكاترة القلب الاي اف اللي هي الايجيكشن فراكشن. تمام كويس.
طيب تعالوا كده نفهم يا اولاد ايه هي الايجكشن فراكشن دي. آية بقى علت عليهم كلهم وقالت ايجكشن فراكشن باي ايكو، برافو عليك يا آية. حد عاوز يعلي تاني؟ تمام. يبقى كده هو دي الإجابة النموذجية اللي آية قالتها، يبقى بالإي إف اللي هو الإيجكشن فراكشن باستخدام الإيكوكارديوجرافي باستخدام الموجات الصوتية. طيب تعالوا بقى نعرف إزاي بنقيس الإيجكشن فراكشن. أنا عندي آدي تو وولز بتوع القلب أهو. التو وولز دولت بيحصل لهم كونتراكشن، سوري. كونتراكشن يخشوا لجوه، وريلاكسيشن يقربوا من بعض كده، وريلاكسيشن يطلعوا يبعدوا عن بعض. تمام. فانا لو خدت كات سيكشن، يعني جبت سكينه وقطعت قطعه كده في القلب، فهلاقي شكل الوول بتاع القلب زي بالشكل ده هو تاني. ادي شكل، بعد كده العضله دخلت لجوه ثم طلعت لبره ثم دخلت لجوه ثم طلعت لبره، والعضله اللي تحت نفس القصه، دخلت لجوه طلعت لبره دخلت لجوه طلعت لبره وهكذا. مين شاطر يا ولاد يقول لي الحته دي سيستول ولا دايستول؟ ها مين قال سيستول؟ اي قالت سيستول. كلنا موافقين على الكلام ده؟ كله موافق ان الجزء ده سيستول؟ مي موافقه. تمام كويس جدا، تمام حلو جدا. طب الحتت اللي حصل فيها ريلاكسيشن وطلعت لبره دي عباره عن الايه يا اولاد؟ عباره عن الدايستول، صح؟ برافو عليك، جميل جدا. طيب الفرق بقى ما بينهم، يعني انا لما اقيس الدايستول ده انا بجيب كده مسطره موجوده في جهاز الايكو واقيس الاند دايستوليك فوليوم، يعني المسافه بتاع في نهايه الدايستول، ثم اقيس السيستوليك فوليوم المسافه بتاعه السيستول واطرحهم من بعض، ده هيديني كميه الدم اللي حصل لها ايه؟ اللي حصل لها ايجكشن، اللي القلب نجح في اخراجها، صح؟ هي دي اسمها الايجكشن فراكشن يا اولاد. يبقى الايجكشن فراكشن ده عباره عن معادلته، ودي تكتبوها لانها مش موجوده في النسخه اللي معاكم في الكتاب، بتساوي الاند دايستوليك دايامتر اللي هو الكل ناقص الاند سيستوليك دايامتر بعد ما كونتراكتد، وبقسمه على الكل تاني اللي هو الاند دايستوليك دايامتر عشان اطلع فراكشن يعني نسبه مئويه. يبقى الايجكشن فراكشن عباره عن الاند دايستوليك دايامتر ناقص الاند سيستوليك دايامتر على الكل اللي هو الاند دايستوليك دايامتر، يديني الايجكشن فراكشن يعني الجزء من الدم اللي تم اخراجه او ايجكتد بره القلب. حد مش فاهم الجزء ده؟ ولا واضحة؟ الحتة دي مهمة وصعبة. سهلة؟ حد مش فاهمها ولا تمام؟ تمام كويس جدا. طيب كويس جدا. طيب هسألكوا سؤال معلومات عامة بقى، ما هي النورمال ايجكشن فراكشن؟ السيشنز قبل الفطار سيئة جدا، تنايمين خالص. تمام. أميرة بتقول أميرة بتقول أكتر من 55%، وهدير بتقول أكتر من 45. مفيش حد؟ أيوة آية بقى ربنا هديها ومي وجابوا الوسط ما بينهم 50%. بالرغم، برافو عليكم. النورمال إيجكشن فراكشن إنها تبقى أكتر من 50%، أكتر من 50%. طيب يبقى لو الايجكشن فراكشن فوق ال 50% انا نورمال سيستوليك فانكشن. طيب الايجكشن فراكشن من 40 ل 50%، سوري من 40 ل 50 واقل من 40%. اللي اقل من 40% ده يا اولاد بسميها هارت فيلير with reduced R كده صغنطوطة، يعني reduced يعني قليلة ejection fraction EF. ما دي بسميها ايه؟ heart failure with reduced ejection fraction. طب لو 40 ل 50% دي في النص فبنسميها mid range heart failure MR، M صغنطوطة R صغنطوطة يعني mid range EF ejection fraction، دي في النص.
طب ايه رأيكم لو عيان كفاءته اكتر من 50% وعنده الثلاثة مانيفستيشنز بتوع الهارت فيلير دولت يا اولاد؟ يبقى اذا المشكلة عنده ايه؟ مين شاطر يقول؟ لا برافو عليك، يبقى المشكلة عنده مش في السيستوليك فانكشن بقى، يبقى المشكلة في الدايستوليك فانكشن، صح؟ برافو. عشان كده يا اولاد ده هو بسميه هارت فيلير ويز بي، بي يعني بريزيرفد ايجكشن فراكشن، اللي هو كانوا زمان بيسموه دايستوليك هارت فيلير، فدلوقتي ما بقاش يجي في الامتحان، او ما بقاش في حاجه في الطب اسمها دايستوليك هارت فيلير، بقى لها اسم جديد اسمه هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. يبقى السنه اللي فاتت جالهم في الامتحان هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، العيال كانوا ايه فاتحين بقهم قدام السؤال، لولا كده شويه فيديوهات المراجعه كانوا بعض الناس عرفوها يعني. فما بقاش في حاجه اسمها دايستوليك هارت فيلير، لما يجي يسالك عليه هيقول لك هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، يعني الكفاءه فوق ال 50%، لكن اللي عنده هارت فيلير اذا المشكله عنده في الدايستول. تمام، يبقى انا عندي الايجكشن فراكشن اقل من 50%، ده عباره عن فشل في السيستوليك فانكشن، بينقسموا الى مجموعتين من 40 ل 50 هارت فيلير ويز ميد رينج، ومن واقل من 40 هارت فيلير ويز ريديوس. اما اكتر من 50% ده وعنده هارت فيلير اذا المشكله في الدايستول، وده بسميه هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. دي حته في منتهى الاهميه. طيب ازاي بقى اقيس ايه الدايستوليك فانكشن يا اولاد؟ احنا عرفت ازاي اقيس السيستوليك فانكشن، طب ازاي اقيس الدايستوليك فانكشن؟ حد شاطر عارف؟ أميرة بتقول بالإند دايستوليك فوليوم، هيبقى في إيه يا أميرة الإند دايستوليك فوليوم؟ هو كلامك مظبوط ورائع. قليل؟ اوكي برافو عليكي. طب ايه رايك في الاند دايستوليك بريشر في الدايستوليك هارت فيلير، بيبقى قليل ولا عالي؟ يعني القلب ده مش عارف يريلاكس يفتح، الضغط جواه هيبقى عالي ولا قليل وهو جاي له دم؟ عالي. اي قالت عالي؟ اميره موافقه، موافقة ان الضغط هيبقى عالي، البريشر هيبقى عالي ولا قليل؟ أميرة مش عارفة. تاني يا أميرة، يعني انتي بتنفخي في بالونة، البالونة دي لو مالية بول هتقوم جاية متسعة عشان تساع النفخة بتاعتك، طب لو انتي بتنفخي والبالونة دي متحجرة يبقى انت عمالة تزودي الضغط جواها لكن هي مش بتريلاكس، اذا الضغط هيبقى عالي، يبقى الاند دايستوليك بريشر يا ولاد هنا هيبقى عالي. تمام، هو ده باستخدام الايكو بقدر اقيس او استدل بحاجات ان الاند دايستوليك بريشر عالي جوه الفنتريكل. تمام، وحاجات تانية يا جماعه زي ما حد شاطر ام ده مين مش عارف، ده ميل ولا فيميل؟ قلب الهايبرتروفي، هو ايه اللي يخلي العضله تفشل انها تريلاكس؟ اكتر حاجه تعمل كده ان العضله دي تكون تخنت، حصل لها هايبرتروفي، فكل ما العضلة تبقى تخنت هايبرتروفايد كل مش هتعرف تريلاكس. فأنا لو لقيت في ليفت فنتريكولر هايبرتروفي العضلة تخينة قوي، ده معناه إن هي مش بتريلاكس حلو، فدي أحد علامات الدايستوليك هارت فيلير أو الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. تمام، طب إيه أهم سبب يتخن عضلة القلب يا أولاد؟ حد شاطر عارف؟ الهايبرتنشن. اكسلنت، معلش عرفنا بنفسك كده يا ام. الهايبرتنشن مي، ماشي يا مي، تمام. الهايبرتنشن، عشان كده الهايبرتنشن هو الموست كومون كوز اوف هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، او ما كانوا يطلقوا عليه زمان دايستوليك هارت فيلير. وده يا اولاد اللي كان دي اهالينا والناس يجوا في العيادات يقول لك انا مريض ضغط يا دكتور، بس انا ضغط مش عارف، ضغط مش انا ضغط عصبي وضغط بدنجاني، وقلت مش همشي على العلاج واشرب كركديه وكلام هاكس كده، وتلاقي اللي عنده كرونيك هايبر تنشن عنده العضله بتاعته بقت هايبرتروفايت تخن كده، وجاي يشتكي لك يقول لك انا بقيت اطلع السلم انهج.
ما انت يا حبيبي بدأ يحصل لك هارت فيلر مانيفستيشنز عشان اهمال سيادتك للضغط خلى العضله تهايبرتروفاي وتخش في هارت فيلر ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. انتوا عارفين ان حاليا اهم سبب للهارت فيلر عموما هو هذا النوع الهارت فيلر ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن نتيجه الان كنترولد هايبر تنسيفز، الناس اللي مش مظبطه ضغطها. عشان كده يا اولاد لو لينا اهلنا مرضى ضغط ركزوا قوي معاهم انهم يظبطوا ضغطهم بدل ما يقلبوا بهارت فيلير ونرجع نندم على اللي راح. تمام. طب ايه رايكم في الليفت اتريم يا اولاد، في لما البريشر عالي جدا في الليفت فنتركل وفي هايبرتر في الفنتركل مش بيريلاكس، الليفت اتريال البريشر هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد جامد، فتلاقي الليفت اتريم ده بقى ماله بقى دايليتد. تمام. فتلاقي ليفت اتريوم بقى دايليتد. هقول لك دلوقتي يا امين. تمام. يبقى انا عندي كده ايه علامات ان في دايستوليك ديسفانكشن، ايه علامات ان في دايستوليك ديسفانكشن؟ ان الليفت فينتريكل هايبرتروفايد جامد، ان الليفت اتريوم دايليتد جامد، ان الليفت فينتريكولار بريشر عالي جدا، ودي حاجه بائسه باستخدام الايكو مش عليكم مش على مستواكم. تمام. دول الثلاث حاجات اللي استدل بيهم على الدايستوليك ديسفانكشن او فيلير اوف دايستوليك فانكشن اوف ذا هارت. ده كلام جميل ومهم قوي. اميره بتقول الاسكيميك هارت ديزيز برضو ده سبب اهم. بص يا اميره، الاسكيميك هارت ديزيز ده اهم سبب للهارت فيلير ويز ريديوز ايجكشن فراكشن اللي هو يوقع الكفاءه بتاع القلب. فاحنا هتلاقي فيه مربع كده في الكتاب ده بيجي ام سي كيو، الاسكيميك هارت ديزيز ده الموست كومن كوز اوف هارت فيلير ويز ريديوز ايجكشن فراكشن، الكفاءه ضعيفه. اما الهايبرتنشن ده اهم سبب ليه الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. دول سؤالين ام اس كيو في منتهى الاهميه. تمام. واخر سؤال عشان نبقى خلصنا من الحته ديت، ايه اهم سبب للار في فيلير الرايت سايدد هارت فيلير؟ هتلاقينا قلناها بقى لنا يومين نقول فيها. حد شاطر؟ الليفت. برافو عليك يا مي. زي ما خدنا في الميترال وزي ما خدنا في الهارت فيلير، الليفت سايدد هارت فيلير ومشاكل الليفت سايد كلها هتنعكس في النهايه انها تؤدي الى رايت سايدد هارت فيلير. فكده عندي ثلاثه موست كومن، ده سؤال ثلاثي في منتهى الاهميه. هتقولوا معايا الموست كومن كوز اوف هارت فيلير ويز ريديوسد ايجكشن فراكشن هو الايه؟ الاسكيميك هارت ديزيز. الموست كومن كوز اوف هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن هو ايه؟ الهايبرتنشن. الموست كومن كوز اوف رايت سايدد هارت فيلير هو ايه؟ هو الليفت سايدد هارت فيلير. اكسلنت، ده سؤال في منتهى الاهميه. بالظبط، احنا قلنا اهم سبب للليفت سايدد هارت فيلير، ما هو الليفت سايدد هارت فيلير يا مي بنقسمه ليفت سايد هارت فيلير ويز ريديوس اجكشن فراكشن ولا ليفت سايد هارت فيلير ويز بريزيرفد اجكشن فراكشن. لو ويز ريديوس الاسكيميا، لو ويز بريزيرفد الهايبرتنشن. تمام، وضحت؟ اوكي. طيب كده ده كلام مهم قوي وده اعتقد اصعب ما في الموضوع. تعالوا بقى نقرا الكتاب كده مع بعض. تعالوا بقى. اول حاجه في الشابتر الهارت فيلير الديفينيشن، تعريف الهارت فيلير يا اولاد، وتعريف الهارت فيلير ده اكتبوا عليه حفظ صم، ده تعريف يساوي وزنه ذهب، حاجه اكتب عليها حفظ صم لان كل كلمه في التعريف ديت عليها درجه. لما يجي لك سؤال ديفينيشن اوف هارت فيلير لو ما كتبتش الاربع سطور دولت تنقص. تمام. عشان كده السؤال ده كان جاي السنه اللي فاتت والعيال كانوا كاتبين الاجابه زمان في الكتب العاديه وكانوا واخدين صفر صفر لان الكلام غلط تماما. فالتعريف ده مش تعريفي ولا تعريف كتابي ولا تعريف كتاب فلان، ده تعريف انترناشونال، ده تعريف دولي. يعني اي شخص في اي حته في العالم تعريف الهارت فيلر بالنسبه له تعريف واحد. هو كلينيكال سندروم متلازمه، ومعنى كلمه سندروم يعني شويه حاجات اتحطت مع بعضها ادت الى مرض، هذا المرض بقى اسمه سندروم متلازمه. لو حاجه واحده من الحاجات اللي بتكون هذه المتلازمه ما بقتش موجوده فقد هذا السندروم تعريفه. عشان كده بقول لك كل كلمه تساوي تقولها ذهب. فهو كلينيكال سندروم كاركترايزد باي اربع حاجات في اتنين، اربع نقط كل نقطه حاجتين. تيبيكال سيمتومز اند ساينز اوف هارت فيلير. وقلنا ايه اهم تيبيكال سيمتوم يا اولاد؟ مين شاطر يقولها بقى مش اللي مكتوبه دي؟ ايه اهم تيبيكال سيمتوم؟ الكترونال ديزني.
البي ان دي اكسلنت، الباروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا. فانت اكتب جنبها، شيل اللي ما بين قوسين اس او بي، ده شورتنس اوف بريث، شيلها واكتب بي ان دي، باروكسيزمال نوكتورنال ديزنيا. اند ساينز، اند ساينز، ايه اهم ساين للهارت فيلير؟ اكسلنت، زي ما مية قالت، فاين بيزل كريبيتيشنز، فشيل الكونجستد نيك فينز دي واكتب فاين بيزل كريبيتيشنز. كل الحاجات دي اتظبطت في النسخ الجديده، تمام؟ اكشيل السي ان في، كونجستد نيك فينز، اكتب فاين بيزل كريبيتيشنز، تمام؟ ده مهم جدا. تيبيكال سيمتومز اند ساينز كوزد باي، تسبب نتجت عن او سببها استراكشرال او فانكشنال ابنورماليتي، تمام؟ لا يا أميرة، مش اس 3 جالوب، اس 3 يحصل مع حاجات كتيرة. لا، الأنيميا هتعمل هايبر دايناميك سيركوليشن، تعمل اس 3، في 14 سبب هايبر دايناميك سيركوليشن، ال 14 سبب يحصل فيهم اس 3، تمام يا أميرة؟ تمام. كوزد باي استراكشرال بروبلم، يعني القلب حصل فيه مشكلة في الاستراكشر، مكوناته، صمام انسد، صمام رجع، عضلة ضعفت، او فانكشنال ابنورماليتي، يعني القلب سليم، العضلة سليمة، لكن فقدت احد وظائفه سواء كانت سيستوليك او دايستوليك فانكشن، يبقى كوزد باي استراكشرال او فانكشنال ابنورماليتي. ادت الى حاجتين، لو كاردياك او بط، القلب ما بيضخش كويس، وقلنا مش عارف يريلاكس كويس، فالبريشر جواه عالي، اند اليفيتد انترا كارديك بريشرز. كلمه اليفيتد بريشرز دي بتيجي في الام سي كيو سؤال، يبقى في كل انواع الهارت فيلير بيبقى في اليفيتد انترا كارديك بريشرز، مهمه جدا. وهذا الكلام يحدث ات ريست من غير مجهود، او ديورنج ستريس مع المجهود. يبقى ما هو تعريف الهارت فيلير؟ كل كلمه تساوي وزنها ذهب يا اولاد. ما هو تعريف الهارت فيلير؟ typical symptoms and signs caused by structural or functional abnormalities resulting in أدت إلى low cardiac output and elevated intracardiac pressure، والكلام ده يحصل at rest أو مع الاسترس، تمام؟ ده تعريف في منتهى الأهمية. طيب هتلاقي فيه في المربع اللي جنبك ده، هو كاتب لك انا حتة جميلة، دي ما يعرفهاش بقى الا الشخص الشاطر قوي، ان هو لو كل الحاجات اللي موجودة، يعني في structural abnormality وفي low cardiac output و elevated pressures، والكلام ده حاصل at rest او مع الاكسرسايز، لكن الشخص لسه ما ظهرش عليه اعراض يا اولاد، يعني في كل المشاكل دي بس لسه الشخص ما ظهرتش عليه المانيفستيشنز. وهتستغرب تقول لي ازاي يبقى حصل الكلام ده ومفيش مانيفستيشنز، اقول لك ده بيحصل كتير قوي، ان العيان يبقى داخل يعمل عمليه لاي سبب ما، عمليه مسالك، مراره، اي حاجه، وتيجي تعمل له الايكو تلاقي العيان ده عنده هارت فيلر وكفاءته 35% وعمره ما اشتكى من اي حاجه، وبيلعب كمال اجسام و و فهذه المرحله اسمها دي، علم عليها بقى، لون دي اسمها ايه، سيمتوماتيك اللي في ديسفانكشن، ما بقاش اسمها هارت فيلير. شوفوا، عشان نقطة واحدة في التعريف ما بقتش موجودة، فقد التعريف، ما بقاش هارت فيلير، بقى اسمه اسيمتوماتيك اللي في ديسفانكشن، وده يعتبر بريكيرسور ستيج اوف هارت فيلير، يعني دي المرحلة اللي تسبق الهارت فيلير، اللي انا فيها لو بدأت علاجي همنع ان العيان يتحول الى اوفر هارت فيلير، يعني هارت فيلير واضح وصريح. دي الحتة اللي في المربع دي، الشاطر قوي اللي يعرفها يبقى ممتاز. اوكي، طيب كده احنا عرفنا الديفينيشن وفهمناه كويس قوي 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 قوي. نخش بقى على الكلاسيفيكيشن يا اولاد، والكلاسيفيكيشن بتاع الهارت فيلير ده برضو من الاسئله المهمه جدا، يعني اكتب عليه حفظ صم. السؤال ده كان جالي وانا طالب كده زيكم في سنه خمسة، وكتبته وخدت فيه 6 من 20. هو كان بيجيب لي امتحان 3 اسئله كل سؤال ب 20، فلما عملت اعاده تصحيح لقيته مديني 6 من 20، مع اني كنت كاتب زي ما الكتب كاتبه بالظبط يعني، فطلعوا عاوزين هذا الكلام الخزعبلي اللي قدامنا، وانا طبعا ما كنتش عارف وقتها، فانا عاوزكم تبقوا احسن مني يا ولاد، تمام؟ طيب الطيب ذا انتي كلاسيفيكيشن بنختصرها كده في 3 حروف، اللي هي سي اي اي، منظمه السي اي اي الامريكيه عشان ما ننساهاش، سي اي اي دول الثلاثه كلاسيفيكيشنز بتوع الهارت فيلير، حيث ان السي اللي هو كلينيكال كلاسيفيكيشن، الاي اللي هو ايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن، والاي اناتوميكال كلاسيفيكيشن. يبقى تقسيمه الهارت فيلير سي اي اي كلينيكال وايتيولوجيكال اند اناتوميكال، اسهلهم اناتوميكال، نخلص منها تقسيمه ايه، اي كلام كده، ليفت سايدد او رايت سايدد او بوز، كلاهما مع بعض، وبوز ده بسميه كونجستيف هارت فيلير، يعني جنب بوز اكتب كده كونجستيف هارت فيلير،
لما اسمع كلمه congestive heart failure يعني systolic and sorry يعني left and right sided heart failure. تمام، سهله دي، سهله ان شاء الله. طيب الاي بقى الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن بنقسمها according to ejection fraction، وخلاص حضراتكم عرفتوها، هارت فيلير ويز ريديوس اللي فيها الكفاءه اقل من 40، ويز ام ار اللي هو ميد رينج الكفاءه من 40 ل 50، او بريزيرفد البي دي بريزيرفد اللي هي الكفاءه اكتر من 50%. او تقسيمه تانيه يا اولاد اكوردنج تو الايتيولوجي، السبب الى لو كاردياك اوت بوت اند هاي كاردياك اوت بوت اند هاي كاردياك اوت بوت. وادي الهاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير. فكره الهاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير ايه يا شباب؟ لان دي ناس كثيره بتتلخبط فيها قوي. يعني ايه كلمة هاي كارديك او بوت هارت فيلير؟ حد كده فاهمها يفهمها لي؟ ايه رأيكم؟ يعني الكارديك او بوت مش قليل. تمام يا اميره، امال ليه بقى؟ اه بس في اعراض هارت فيلير. اكسلنت، زي ما اميره قالت كده بالظبط بالظبط يا اولاد، الكارديك او بوت مش قليل بس في اعراض هارت فيلير. ده يحصل ليه يا اميره؟ هو مش يعني مش بالظبط قوي كده، برافو. يعني يا اولاد حاجه عامله هايبر دايناميك سيركوليشن، يعني مخليه القلب، حاجه عامله هايبر دايناميك سيركوليشن يعني مخليه القلب عمال يكونتراكت بسرعه 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 بسرعه، برافو، زي ما مي قال كده هارت ريت سريع قوي. فالقلب اللي عمال يكونتراكت بسرعه ده هو مش لاحق يريلاكس عشان يريسيف دم، وبالتالي هو عمال يخرج، بس اللي بيخرجه كميه قليله بس كتير، بدل ما بيكونتراكت 70 دقه في الدقيقه، لا ده بقى يكونتراكت 130 دقه في الدقيقه، فعمال ايه يحاول يأجكت بلاد، فمش عارف يريلاكس حلو، وبالتالي يؤدي الى كونجيشن، كل كونجيشن في اللي قبليه، وكمان هو بيرسيف كميه دم قليله فما بيخرجش دم حلو. تمام، يبقى دي فكره الهاي كارديك او بوت فيلير، او الاسباب بتاعه الهايبر دايناميك سيركوليشن. وده زي ما قلنا هتلاقي دي اسباب الووتر هامر بالص. إيه بالظبط، الهارت ريت عالي جدا بالظبط يا مي. إيه الحاجات كلها دي هتلاقي في مجموعه امراض كده يقول لك اسبابها الهاي كارديك اوت بوت او الهايبر دايناميك سيركوليشن، فنحفظ ال 14 سبب بتوعهم. انا حاطين لهم كلمه في ملخصينهم كده في كلمه هابد، دايما حاجات كتيره تبقى هابد. الاتش كده كام؟ خمس حاجات اتش، تمام، اللي هو هايبر ثايرويديزم والهايبوكسيا والهايبر تنشن العنيفه والهيباتيك، تمام. وعندك كده دول ايه اربع حاجات اتش، اربع حاجات ايه الانيميا والاورتيك ريجيرش والايفي فيستولا والاثيروسكليروزيس، عندك خمس حاجات بي البريجنانسي والبي دي اي، دي شنط كده بتخلي الهايبر دايناميك سيركوليشن، الباجيت ديزيز والبيري بيري، وحط معاهم البراديكارديا طلعها معاهم تبقى خمسه بي، تمام، براديكارديا سيفير، واخر حاجه دي دراج اللي هو الفازو دايليتور ماتيريالز زي النيتريتس كده اللي خدناها في الاسكيميك هارت ديزيز. تمام، دي حاجه نحفظها ما فيهاش شرح كتير، يعني نحفظها كويس. تمام، طيب يتبقى بقى اخر حاجه اللي احنا هنختم بيها السيشن بتاعتنا، لان احنا عرفنا طبعا الايه، يعني احنا لو دخلنا كده في الكلينيكال بيكشر هتلاقي اهو ايه الكلينيكال بيكشر، السيمبتومز السبع مانيفستيشنز اوف لو كارديك او بوت، مانيفستيشنز اوف بالمونري كونجيشن، مانيفستيشنز السيستميك كونجيشن، دي زي ما احنا قلناها قبل كده. لكن اخر حاجه مهمه عندنا اللي هو الكلاسيفيكيشن يا اولاد الاخير، اللي هو الكلينيكال كلاسيفيكيشن. كلينيكالي بقسم الهارت فيلير الى اكيوت هارت فيلير وكرونيك هارت فيلير، اكيوت وكرونيك، وكل واحده فيهم بتنقسم بتو كلاسيفيكيشن. الاكيوت له تقسيمتين، تقسيمه اسمها كليب كلاسيفيكيشن وفورستر كلاسيفيكيشن، ودي هنتكلم عنها دلوقتي. اما الكرونيك بتنقسم الى تقسيمتين، نيها كلاسيفيكيشن اند اي اتش اي اللي هو الامريكان هارت اسوسيشن، نيها اللي هو نيويورك هارت اسوسيشن، والاي امريكان هارت اسوسيشن. إيه لا يا مي، الرايت سايد هارت فيلير مش سببه، الرايت سايد اللي مش سبب، برافو عليك يا مي، الرايت سايد هارت فيلير اللي مش سببه ليفت سايد هارت فيلير ده بسميه كور بالمونال، ده شابتر تاني خالص اسمه كور بالمونال، وده بيبقى فيه سيستميك كونجستيف مانيفستيشنز بس،
ودي هنشرحها في شابتر البلمونري هايبرتنشن، اخر محاضره في الكورس ان شاء الله. عشان كده الرايت سايد هارت فيلر الايزوليتد اللي لوحده اسمه كور بالمونال، اسمه كور بالمونال ما اسموش هارت فيلر. تمام. اوكي طيب، تعالوا بقى ناخد تقسيمات الكرونيك والاكيو كده عشان هنبسطها كتير خالص عن اللي في الجداول دي. اول حاجه الكرونيك قلنا بنقسمه الى نيها واي اتش اي ستيجز يا ولاد. النيها سهله خالص، كلاس 1 و2 و3 اند 4. عاوزك بقى ايه تبسط هذا الكلام كده عشان يبقى لذيذ. فانت كلاس 1 ده عيان بيجي له سيمبتومز ويز اكسترا اوردينري ايفورت، اكتب كده جنبها، هنشيل كل هذا الكلام وتكتب زي ما انا بقول لك كده. يبقى كلاس 1 ده بيجي له سيمبتومز مانيفستيشنز مع الاكسترا اوردينري ايفورت. كلاس 2 ده بيجي له سيمبتومز مع الاوردينري ايفورت. كلاس 3 سيمبتومز مع less than ordinary effort. كلاس 4 سيمبتومز at rest. يبقى سهلة، انيها سهلة خالص اهي بقى. كلاس 1 سيمبتومز with extraordinary effort، 2 سيمبتومز with ordinary effort، 3 سيمبتومز with less than ordinary effort، 4 سيمبتومز at rest من غير اي effort خالص. ده انيها classification، اعتقد very easy. طيب ال AHA stages ديت أربعة ستيجز اللي هو A B C and D، دي شبه قوي الستيجز بتاعت الفالفولار هارت ديزيز اللي قلناها في سيشنز الفالفولار اللي هو A و B و C و D، زي شبهها كتير قوي. فأنت هتلاقي ستيج A at risk يا ولاد، يعني عيان عنده عوامل خطورة للهارت فيلير، عيان هايبرتنسيف دايابيتيك اوبيز مثلا، لكن لسه ما حصلش أي مشكلة في القلب ولا اشتكى من أي أعراض، فاسمه ستيج واحد ده الات ريسك، هو عرضة بس للهارت فيلير. ستيج 2 ده اللي احنا قلنا عليه البريكيرسور ستيج، اللي قلنا البريكيرسور ستيج اللي هو شخص هقول لك يا مي، اللي هو شخص عنده استراكشر هارت ديزيز، مشكله عضويه، لكن لسه ما ظهرش عليه اي اعراض، مفيش سيمبتومز ولا ساينز اوف هارت فيلر. ستيج 3 ده عيان الهارت فيلر العادي اللي هو فيه استراكشر هارت ديزيز بروبلم، في مشكله في العضله بتاع القلب وعنده مانيفستيشنز اعراض. اما ستيج 4 بقى ده عيان ريفراكتوري هارت فيلر، ده اللي هو هارت فيلر اللي ما بيستجبش ولا بيتحسن على اي علاجات خالص. يبقى الستيجز ستيج A ده اللي هو ات ريست، B يعني في ستراكشر ديزيز لكن ما فيش اعراض، سي في مشكله في القلب مع اعراض، دي ده ريفراكتوري هارت فيلر ما بيستجيبش لاي علاج خالص خالص خالص. تمام، يبقى دول النيها وده الاي اتش اي، وتقسيمتين سهلين جدا جدا جدا. طيب مي بتسال سؤال، اوردينري ايفورت زي ايه؟ بص يا مي، احنا حطينا كده قاعده اتفقنا عليها كاطباء ان الشخص الاوردينري ايفورت ان يطلع دورين، يبقى المفروض اي شخص سليم الايفورت الطبيعي، سوري مش اي شخص سليم، يعني الايفورت النورمال الاوردينري ايفورت ان شخص يطلع دورين يطلع السلم دورين. فلو هو بينهج عند الدورين يبقى كده في سيمبتومز ات اوردينري ايفورت، مع الاوردينري ايفورت المفروض يطلع دورين من غير ما ينهج. فهمتيها؟ تمام. ممكن حاجه تانية برضو الاوردينري ايفورت انه يروح الحمام من غير ما ينهج، فبقى ينهج مع يروح الحمام. بالظبط يا امير، كلنا هارت فيلر. اللي عندنا ده اسمه لو فانكشنال كاباسيتي، اسمه ايه بقى عشان دي الناس بتتلخبط فيه؟ لو فانكشنال كاباسيتي. يعني ايه لو فانكشنال كاباسيتي؟ يعني بروتات، يعني بالبلدي كده بروطه، انت راجل ما بتتحركش ولا بتبذل مجهود ولا بتروح وتيجي ولا بتمارس رياضه، فمش هارت فيلر، لا بروطه. تمام. اوكي طيب، يبقى احنا كده عرفنا تقسيم بالظبط يا مي، ده اللي احنا قلناه من شويه، هو ده الليتنت فيز او البريكيرسور فيز اللي هو ستيج بي اللي احنا قلناه من شويه. بالظبط تمام. طيب نخش بقى على تقسيمه الاكيوت. الاكيوت قسمها اتنين من العلماء، واحد اسمه الحاج كليب وده راجل بيحب السماعه، واحد اسمه الحاج فورستر وده راجل دماغه ممخمخه. تمام، عملوا تقسيمتين. الحاج كليب ده تقسيمه سهله قوي يا ولاد. كليب ده معتمد على سماعته، فقال لك انا بسماعتي هسمع صدر العيان، اسمع اللنج بتاع العيان، ما لقيتش عليه فاين بيزل كريبيتيشنز، يعني عيان عنده ايجكشن فراكشن كفاءته 30%، وبسمع صدره لقيت الصدر بتاعه كلير مفيش فيه كريبيتيشنز خالص، قال لك يبقى ده كليب كلاس 1، ده عيان زي الفل. طيب يا عم كليب، سمعت صدر العيان
ولقيت زي الصورة دي كده كريبيتيشنز بيزل واخدة مثلا أقل من نص الرئة، يعني ما عدتش النص بتاع اللنج ده، قال لك ده يبقى كليب كلاس 2. طب يا عم كليب، سمعت بالسماع الايه كريبيتيشنز طالعة لحد فوق، يعني خدت من البيز وطالعة طالعة طالعة لحد وصلت لحد الايبكس، قال لك ده كليب كلاس 3 اللي هو بالمونري اديما، يعني ارتشاح رئوي. طب يا عم كليب، لقيت العيان صدره كله مليان ميه، ومتقيس ضغطه لقيت ضغطه شوكد، بقى العيان ده كارديوجينيك شوك، فكليب سماه كليب كلاس 4. يبقى الحاج كليب مسك السماعه ويسمع صدر عيانين الهارت فيلير، اول عيان لقى صدره ما عليهوش كريبيتيشنز خالص، قال له انت كليب كلاس 1. طيب تاني عيان لقى صدره عليه كريبيتيشنز بس مش معديه نص الرئه، قال له انت كليب كلاس 2. لقى العين التالت كريبيتيشنز واخده الرئه كلها، قال له انت كليب 3 بالمونري اديما. لقى العين الرابع زي اخوه بس كمان شوكد ضغط واقع، قال له انت كليب كلاس 4 اللي هو كارديوجينيك شوك. حد مش فاهم الكليب؟ تحفظها وتكتبها زي ما انا بقولها كده بالظبط، سيبك من الكلام اللي في الجدول ده عشان انا برضو ظبطته. حلو جدا، كويس جدا يا امير، تمام. طيب تعالوا بقى ناخد الحاج فورستر يا اولاد، عشان فورستر ده سخيف شويه وعاوزكم تحفظوه حلو. فانا هرسم لكم رسمه، نحفظ الصوره ديت ونرسم رسمه، دي اخر رسمه ان شاء الله. بصوا يا ولاد، اي عارفين انتوا كان فيه في الاحصاء كده، لو انتوا شاطرين في الاحصاء زمان، كان في حاجه اسمها 2 باي 2 تيبل. مين كان شاطر وبيحب الاحصاء زيي؟ عاوزكم نعمل فوت كده، مين كام واحد بيحب الاحصاء؟ ايه ما بتحبهاش، تمام. ايه اميره ما بتحبهاش، احنا معانا 7، كل واحد يكتب بسرعة كده. ايه عمرنا ما تعلق. دي برافو عليك يعني. ايه مي بتحبها كويس، تمام. هو زي ما أميرة قالت يا ولاد، اللي يتعلم إحصاء صح هيعشق الإحصاء دي وهيحبها جدا، اللي لو حد بيشرح لك إحصاء وهو نفسه مش فاهم هيكرهك في عشرة. فأنا فاكر أنا زمان كده بعد ما خلصت سنة 6 خدت كورس إحصاء في جامعة هارفارد، كان كورس 4 شهور، رهيب بقى، خلاني أموت في الإحصاء يعني. فما علينا ما علينا. في من احد مبادئ الاحصاء العظيمه اللي هو 2 باي 2 تيبل ده، فالحاج فورستر عمل 2 باي 2 تيبل وقال لك انا بقارن العيان اكوردنج تو الكونجيشن. واكوردنج تو الكاردياك او البوت، تمام. طيب according to the congestion، congestion ده اللي هو ال volume، يعني عم مورم ولا لا. فقال لك العيان لو مش congested هيبقى العيان ده سماه دراي، يعني ناشف مش مورم. طب لو العيان مورم بقى wet، مبلول مورم، تمام. طيب according to the cardiac output، لو ال cardiac output حلو، العيان ضغطه حلو، يبقى العيان ده warm، دافي. طب لو العيان فيه لو كارديك اوبوت، يبقى العيان ده كولد، بارد، عيان بارد، تمام. دي تقسيمه مهمه جدا. تعالوا بقى نشوف كل مربع من المربعات ديت هيبقى شكل العيان عامل ازاي. اول مربع ده العيان اخباره ايه يا اولاد؟ عاوزكم تشتركوا معايا. العيان هنا هيبقى عامل ايه؟ ايه رايك يا اميره؟ ورم وايه؟ دراع ورم ودراي. يبقى الشخص ده ما هوش مورم وضغطه كويس، اذا الشخص ده ماله؟ ده عيان كومبنسيتد، يعني عيان يروح بيته، عيان كويس ما فيش فيه اي مشاكل ولا اعراض ولا اي حاجه، يبقى عيان ده هارت فيلير بياخد علاجه ومتظبط على العلاج وزي الفل ويروح البيت. ده النوع الاولاني. طب تعالي نشوف النوع التاني ده. ده عيان ماله؟ ويت وايه؟ وورم. ويت يعني مورم، وورم ضغطه كويس زي ما مي بتقول بالمونري اديما، يبقى العيان ده محتاج ياخد ايه؟ برافو، حد شاطر قال دايوريتك، ده محتاج ياخد مدربه.
عشان تخليه بدل ما هو ويت يبقى دراي. اكسلنت، يبقى النوع ده بعالجه بالدايوريتك. برافو عليكم يا اولاد. طب ايه رايكم لو انا دكتور غشيم وقرصت على العيان ده بالدايوريتكس، نشفته بزياده شويه، هخليه ايه؟ هيبقى دراي، ما بقاش ويت، بقى دراي. تمام، برافو. لا خليه، بس يا مي، بقى دراي، بقى ناشف، بس بقى شوكد، ما دايوريتك ده بينزل الضغط، فبقى شوكد، فبقى كولد ودراي. يبقى انا نشفت العيان زياده عن اللزوم، فبقى دراي، ما بقاش في فوليوم، وبقى شوكد كمان، بقى كولد. يبقى هذا العيان ده عيان عنده هايبوفوليميا، يعني السوائل في جسمه قلت، عشان كده العيان ده ياخد فلويدز. حله ان انا اديله سوائل. برافو عليك يا ايه. تمام، ودي بتحصل كتير قوي، يروح لدكتور غشيم يديله دايوريتكس مدرب بول عنيفه، يحوله من مكان عن هارت فيليا مورم لعيان دي هايدريشن، بقى عنده جفاف وبقى شوكد. وده كان لسه عم خميس، ده كان عندي في العياده من اسبوع، وجالي لقيت العيان ضغطه 70 40 وشوكد وطالع ميتين. قلت له يا عم خميس انت لازم تخش المستشفى مش عارف ايه، ولازم تاخد سوائل، وكتبت له الايه الفلويدز اللي هياخد. راح المستشفى قالوا له ازاي الدكتور اللي ما بيفهمش ده كاتب لك سوائل وانت عين هارت فيلير. تمام، فللاسف الشديد هم مش فاهمين، للاسف هم مش فاهمين. هذا العيان كان تحول الى دراي اند كول، خد 6 اي في فلويدز، 6 في 500 يعني 3 لتر، 3 لتر لانفاق، وبقى كويس وصحصح وبقى زي الفل. تمام، فده الايه الكلاس 3 من الحاج فورستر. طب كلاس 4 بقى، ده عيان ويت يعني مورم بالمونري اديما وكولد وشوكد، ده يقابل اف كليب يا اولاد. خليها كلاس 3. كليب 4 بقى، ده كارديوجينيك شوك اهو، شوكد وبالمونري اديما، يبقى ده كلاس كام؟ 4 صح؟ زي ما هي بتقول. برافو، كارديوجينيك شوك، شوك مع بالمونري اديما. عشان كده هذا العيان اعالجه بايه يا اولاد؟ هنا محتاج بوزيتيف اينوتروبس صح؟ عشان الشوك بقى اللي هو فيها دي، فمحتاج هنا بوزيتيف اينوتروبس. ولما ضغطه يرفع اديله دايوريتك عشان ينزل الكونجيشن. يبقى الشخص ده بعالجه بإينوتروبس زي ما مي بتقول كده، دوبيوتامين، ولما ضغطه يعلى اديله دايوريتك عشان افك الكونجيشن. فهمنا هذا الفورستر؟ الحته دي في منتهى الأهمية ومنتهى الصعوبة والسهولة في نفس الوقت. لو فهمناها يبقى احنا كده شاطرين إن شاء الله. كويس جدا. طيب، في بقى مربع كده للدردشة، ده خلاص بنفنش. احنا خدنا قد ايه؟ ساعة ودقيقتين، خلاص معايا 5 دقايق بالظبط يا ولاد. ايه هو الايتيولوجي؟ ايه اسباب الهارت فيلير؟ اوعى يا ولاد تحفظوا اسباب الهارت فيلير زي ما هي مكتوبة في الكتب عندكم، زبالة ومش هتعرف تحفظها، وفي نفس الوقت مش مظبوطة. أسباب الهارت فيلير هو الجدول ده، 3 حاجات: يا إما المضخة بايظة، ديزيز ذا مايوكارديوم، العضلة بايظة، يا إما العضلة عليها حمل في أبنورمال لودنج كونديشن، يا الكهرباء ملخبطة اللي هي أريزميا. يبقى سبب الهارت فيلير 3 أسباب، حاجة من 3: يا العضلة بايظة ديزيز ذا مايوكارديوم، أو عليها حمل أبنورمال لودنج كونديشن، أو في لخبطة في الكهرباء أريزميا. تمام، طيب لا تعالوا نخلص منها كده. لخبطه الكهرباء يا تاكي اريزميا برادي اريزميا، يا الكهرباء سريعه يا بطيئه. طيب العضله عليها لود، اللود ده قد يكون بريشر اوفر لود، حمل ضغط، قد يكون فوليوم اوفر لود، يعني حمل ايه؟ فوليوم زايد، واسبابهم طبعا كلنا عارفين. طب العضله بقى نفسها بايظه، هتلاقي العضله بايظه اسبابها سهله قوي. تمام، يا اما طبعا مايوكارديال اسكيميا، يبقى اول حاجه اي اسكيميا، العضله حصل فيها اسكيميا، اسكيميك هارت ديزيز، وقلنا ده الموست كومن كوز، اهم سبب. يا العضله فيها انفلتريشن، يعني حاجه عملت انفلتريشن للعضله، اشهر حاجه تعمل انفلتريشن زي الامايلودوزيس، دي حاله لسه شايفها بنت كده حامل 24 سنه وعندهم فاميلي هيستوري وعندها كاردياك امايلودوزيس، حاجه ماساويه. تمام، هي واختها وابوهم مات في سن صغير منها كاردك امايلودوزس. او في عارفين العيانين بتوع الثلاسيميا اللي بياخدوا دم على طول، مش بيبقى عندهم هيموكروماتوزس، الايرن ده بينفيد الهارت، ده الهيموكروماتوزس يعمل انفلتريشن. يبقى عندي اسكيميا اي وانفلتريشن، ثم رقم 3 يا اولاد انفلاميشن، التهاب في العضله نتيجه بقى ايه؟ عارفين الكورونا، اهي الكورونا بتعمل في القلب فيرال مايوكاردايتس وتجيب للعيان
هارت فيلر، او بكتيريا تعمل ايه؟ مايوكاردايس. اي سبب يعمل مايوكاردايس، يبقى انفلاميشن. يبقى 3 اي يا اولاد: اسكيميا، انفلتريشن، وانفلاميشن. طيب ثم عندنا كده 2 ايه بقى؟ سي اللي هو سايتوتوكسيك دراجز، ادويه تعمل كاردياك ديبريشن، يعني توقف العضله، زي ادويه الكيموثيرابي، العلاج الكيماوي. معظم الكيموثيرابيز بتعمل كاردياك ديبريشن، عشان كده هتلاقوا ان اي عيان قبل ما يبدا علاج كيماوي لازم يبعته لي يقيس له الاجكشن فراكشن، الكفاءه. ليه؟ لانه عارف ان الدواء العلاج الكيماوي ده بيوقع الكفاءه، فلو عيان هارت فيلير اصلا مش هيديله العلاج ده. تمام. الراديو ثيرابي كمان بيعمل هارت فيلير. تمام. واخر حاجه بقى الكونجينيتال كارديوميوباسي. كونجينيتال كارديوميوباسيز حاجات كده وراثيه بيبقى مولود بيها، زي الدي سي ام الدايليتد كارديوميوباسي. شخص اتولد عنده دي سي ام دايليتد مايوباسي، هو مولود كده. او عيانين الهايبرتروفيك مايوباسي، هو مولود بالهايبرتروفيك كارديوميوباسي. فدي حاجات اسمها كونجينيتال كارديوميوباسيز. يبقى ايه اللي يبوظ العضله؟ يا اسكيميا، يا انفلتريشن، يا انفلاميشن. 2 سي سايتوتوكسيك دراجز، وكونجينيتال كارديوميوباسي زي الدي سي ام او الاتش سي ام. تمام. طيب دي اسمها كوزس او اتيولوجي اوف هارت فيلير. اخر حاجه لازم تعرفها البريسيبيتيتنج فاكتورز يا اولاد. وما المقصود ببريسيبيتيتنج فاكتورز؟ مين شاطر يقول لي يعني ايه بريسيبيتيتنج فاكتور؟ لا يا مي، كلب ثلاثة. كلب ثلاثة عبارة عن اكيوت بالمونري اديما. بالظبط، برافو عليك، اللي هو فورستر 2. اكسلنت، برافو عليك. كلب ثلاثة هو فورستر 2 اللي هو بالمونري اديما. اما كلب أربعة كارديوجينيك شوك اللي هو فورستر 4. برافو عليك. تمام. اوكي، اكسلنت. مي قالت تريجرز بريسيبيتيتنج يعني تريجرز. أمير قالت عنده ريسك وجاله بريسيبيتيشن، لا مش بتزود الهارت فيلير. آية قالت صح، يبقى كله قال صح. أميرة مش مظبوط قوي. بصوا يا أميرة، يعني ده عيان عنده كرونيك هارت فيلير وكومبنسيتد، يعني متظبط عليه، يعني هو عايش كويس. فاكرين فورستر واحد اللي هو دراي وهوت، ماشي كويس وكومبنسيت، مفيش أي مشاكل. تقوم جاية حاصلة حاجة تخليه دي كومبنسيت، يعني يخش في أكيوت أون توب أوف كرونيك هارت فيلير. يبقى هنا مش بيبريسيبيتيت الهارت فيلير اصلا، لا هو اوريدي عيان هارت فيلير، بس هي حصلت له، عملت له دي كومبنسيشن. حتى يسميها ايه؟ قال لك هو دي كومبنسيتد هارت فيلير، كرونيك هارت فيلير، يعني عيان كرونيك هارت فيلير وحصل له دي كومبنسيشن، حالته ساءت يا ولاد. ودي اهم، لان دي لما اشتغل عليها واركز عليها قوي هخلي هذا العيان مش كل شويه يحصل له دي كومبنسيشن ويخش يتحجز في المستشفى. تمام. فدي مهمة قوي ان انا اعرف البريسيبيتيشنز واشتغل عليها واتجنبها، عشان العام مش كل شوية يخش لي في هارت فيلير. تمام، كويس جدا. البريسيبيتيتنج فاكتور ده سؤال بيجي في الامتحان، اكتب عليه حفظ صم، وهيقول لك قول لي 5 بريسيبيتيتنج فاكتورز اوف هارت فيلير. ودي يا اولاد حفظها سهلة قوي، بنلخصها في كلمة بيا. عارفين البيا مطر؟ فهم بيا 3 بي و3 اي و3 ايه. تمام، تعالوا كده نشوف ال3 بي. قال لك اهو بالمونري امبوليزم، عيان جاله جلطه في شريان الرئه، هايبرسيبيتيت ديزني وهارت فيلير. البي الثانيه البريجننسي اند دليفري، كتير جدا يا اولاد عيانين الهارت فيلير ما يكتشفوش الا وهي بريجننت، فالبريجننسي ده بيعمل فوليوم اوفرلود على القلب، يظهر الهارت فيلير، فده سبب مهم جدا. واخر حاجه فيزيكال اند ايموشنال ستريس، ودي مهمه جدا. عيان بذل ايفورت فيزيكال عضلي او ايفورت ايموشنال، فيقول لك مثلا ايه، احنا كنا قاعدين بنتكلم وابويا زهق شويه اتعصب وقام جاي داخل في هارت فيلير، ده اسمه ايموشنال ستريس. اما فيزيكال ستريس ده يعني عيان ايه، قرص على نفسه في الشغل، عمل مجهود يعني مش كويس. مثلا في قصه كده انا مش عارف كنت حكيتها لكم زمان ولا ايه، اللي هو عيان كان بيتابع معايا عنده 80 سنه وعنده كرونيك هارت فيلير، هارت فيلير بقاله زمن يعني. المهم عنده مراته توفت وقال لي انا هتجوز تاني، فانا قلت له قلبك ما يسمحش انك تتجوز يعني. المهم صمم يتجوز 3 ايام، طبعا اكيد بذل فيزيكال ايفورت عنيف ازيد من طاقته، 3 ايام وضايد مات هذا الجد ذو 80 سنه. فالفيزيكال ستريس ده يموت، يبرسبيتيت هارت فيلير، وممكن يموته كمان الايموشنال ستريس العصبيه والنرفز.
يبقى الثلاثة بي بالمونري امبوليزم بريجنانسي فيزيكال وايموشنال ستريس. طيب الثلاثة اي مهمين قوي يا اولاد. انفكشنز اهمها على الاطلاق هو الشيست انفكشن، وده اهم سبب يجي لك عن هارت فيلر وماشي حلو وزي الفل، مع دخلة الشتاء يقوم جاي لاقي تشيست انفكشن تسوق الدنيا وتخلي الدنيا تخرب خالص. فالشيست انفكشن ده من اهم البريسيبيتيتنج فاكتورز، او اي انفكشنز تانية بقى زي مايوكاردايتس زي الانفكتيف اندوكاردايتس اللي قلناها قبل كده وهكذا. تمام. الاي التانية سكيميا، يعني انا هارت فيلير وجاله سكيميا جديدة توحش الفانكشن اكتر وتخليه يخش في مور هارت فيلير. او الحاجه الثالثه اياتروجينيك يا اولاد، اياتروجينيك يعني بفعل دكتور. فاكرين في السيشن الثانيه من الهارت فيلير كنا قلنا في ادويه كونترا انديكيتد ممنوع ان عن الهارت فيلير ياخدها لانها بتزود الهارت فيلير، كان اشهرها النون سترويد الانتي انفلاماتوري دراجز والستيرويدز الكورتيزون والمسكنات، وده دايما كده عن الهارت فيلير يبقى ماشي معايا والدنيا زي الفل وماشي كويس جدا، يجي له خشونه في ركبته يروح لدكتور العظام يقوم جاي يفقعه شويه الروجيتا بتاعته الجميله، العيان يجي له مفاليير هارت فيلير. ليه؟ اداله ستيرويد او النون سترويدال، عمل سولت ووتر ريتنشن، برافو عليك يا اميره، وبريسيبيتيتد هارت فيلير. كمان بقى دي روجيتا كانت جايه لي دي لسه شايفها امبارح من دكتور قلب، عيان هارت فيلير، هي ست عجوزه كده وعندها هارت فيلير، والدكتور ممشيها على كالسيوم شانل بلوكر، ماشيها على ايزوبتين كالسيوم شانل بلوكر، قلنا ده من الادويه الكونترا انديكيتد في عيان الهارت فيلير ويز ريديوز اجكشن فراكشن في العيان اللي كفاته اقل من 40%. لماذا؟ لانه له نيجاتيف انوتروبيك افكت عنيف بيورسن الهارت فيلير، يخلي العيان يفلير جامد قوي، فدي كارثه وجريمه. فدي حاجات اياتروجينيك يعني بفعل دكتور. ثم الثلاثه الايه يا اولاد؟ طبعا الانيميا، الاريزمياز واهمها على الاطلاق الرابيد اي اف، دي مهمه جدا، واخر حاجه الاي كي اي اللي هو الاكيوت كيدني انجري، الاكيوت كيدني انجري. تمام. يبقى ايه هي البريسيبيتيتنج فاكتورز؟ عارفين في حته الاي كي اي دي في سندروم كده هتاخدوها في الكلى اسمها كارديو رينال سندروم، يعني مشاكل القلب تضر الكلى ومشاكل الكلى تضر القلب، اسمها كارديو رينال سندروم. فالاي كي اي دي مشكله لان اللي عنده ما بقاش يخرج بول، ما بقاش يجيب بول، وهو كونجستد مورم، فانا هديله المدر والمدر مش هينزل بول، فبتبقى دايليما صعبه ووحشه قوي وعنيفه جدا يعني. يبقى الـ precipitating factors 3 بي 3 اي و3 اي. المربع اللي في الجنب ده فيه الثلاث نقط بتوع الموست كومون اللي احنا قلناهم قبل كده، هتلاقوهم موجودين وظاهرين عندكم في الكتاب ان شاء الله. انا كده خلصت، لو في اي اسئله يا اولاد انا تحت امركم.